ورأيت على يمين الجالس على العرش سفرا مكتوبا من داخل ومن وراء ومختوما بسبعة ختوم. زي ما انتوا شايفين ادي الجالس على العرش وفي ايده ايه؟ سفر في يمينه، وفي وسط السفر سبع ختوم، وبعدين مكتوب من داخل ومن وراء، يعني من قدامه ومن ايه؟ من وراء. السفر ما كانش بيبقى كتاب زي كده، لكن بيبقى رول ومربوط بسبع اختام او بسبع ربط. سترا مكتوبا من داخل ومن وراء مختوم بسبعة ختوم. ورأيت ملاكا قويا ينادي بصوت عظيم. هذه الملاك القوي ينادي بصوت عظيم. من هو مستحق ان يفتح السفر ويفك ختومه؟ مين اللي يقدر انه يفتح هذا السفر؟ فلم يستطع احد في السماء ولا على الارض ولا تحت الارض ان يفتح السفر ولا ان ينظر اليه. يعني ما حدش كمان جرأ، مش ان هو يقوم يفتح، ده حتى ما حدش جرأ ان هو ايه يبص ناحيه السفر. مش حد في السماء ولا على الارض ولا تحت الارض، زي ما الكاهن يصلي، لا ملاك ولا رئيس ملائكه ولا نبيا. وبالتالي حتى تحت الارض مقصود بها ايه؟ الشيطان، او بكل الارواح الشريره، أو كل الخليقه التي تحت الارض، سموها تحت الارض نظرا لانحدارهم. فمحدش قدر وتجرأ انه يفك هذا السفر. فصرت انا ابكي كثيرا. ده يوحنا اللي بيتكلم، زي ما انتم شايفينه بيبكي. لأنه لم يوجد أحد مستحق أن يفتح السفر ويقرأه ولا أن ينظر إليه. طب ليه يوحنا بكى؟ ليه يوحنا بكى؟ هو بكى ليه؟ محدش قادر يفك السفر. ده اللي هنشوفه. السفر ده بيمثل خلاص العالم، خلاص الكنيسة، مختوم بسبع ختوم. لكن يوحنا بكى. خدوا بالكم ان الاحداث دي احداث حالات روحية، ما هياش احداث ثمانية، لان المفروض ان المسيح كان ايه؟ فك الايه؟ اختام. لكن يوحنا بكى لان هو اصلا مكلف انه يكتب ما رأى وما كائن وما هو ايه؟ عتيد. فجاي يكتب ما هو عتيد، لقى السفر قدامه ايه؟ مختوم، مش هيقدر يكتب. هيكتب ما هوش عارف حاجة. محدش قدر يفتح له سر هذا السفر. ومن شدة بكائه قام واحد من 24 شيخ وقال له، فقال لي واحد من الشيوخ، لا تبكي، هوذا قد غلب الأسد الذي من سبط يهوذا ومن أصل داود ليفتح السفر ويفك ختومه السبعة. خدوا بالكم، اداله الفعل بصيغة الايه؟ ماضي، غلب، مش هيغلب. قال هوذا غلب، أسد خارج من سبط يهوذا اللي المسيح جه منه، السبط الملوكي، سبط الأسد. قال له ما تبكيش، اداله تعزية، لان الشيخ ده يوحنا يمثل الكنيسة التي على الارض اللي لسه مش شايفة حاجة، لكن الشيخ الكنيسة فوق في السماء اللي انكشفت ليها الاسرار. قال له ما تبكيش، لانه في واحد غلب، وعلشان السفر ده يتفك ختومه لازم اللي يفكه يكون غالب ومنتصر. عشان كده سفر الرؤيا بقى من هنا ورايح هيقدم لنا صورة المسيح الذي خرج غالبا ولكي يغلب، صورة المسيح الغالب، لأن الطريق إلى الملكوت ما هوش طريق سهل، ده فيه حرب، فيه صراع، فيه جهاد،
بين القوات التي تتبع الحمل وبين القوات التي تتبع الوحش والتنين. في صراع، لكن قال له ما تخافش لان الاسد ده غالب، قد غلب الاسد الذي خرج من سبط يهوذا. المسيح علشان يقدم لنا سر الخلاص ويفك اسرار الخلاص لينا كان لازم يغلب، وغلب على الموقعة اللي تمت على خشبة الايه؟ الصليب. يوحنا ما يقدرش، اذا كان محدش في السماء قدر يفك الايه؟ سفر، محدش يقدر يعمل الخلاص لينا زي ما قلنا، لا ملاك ولا رئيس ملائكة ولا رئيس انبياء ولا نبي ائتمنته على ايه؟ خلاصي. محدش كان يقدر يخلصني غير مين؟ ومحدش يقدر يفتح السفر، ان محدش يقدر يخلصنا غير المسيح. ورأيت واذ في وسط العرش والحيوانات الاربعة وفي وسط الشيوخ. هنا مركز الوسط اللي كنا بنتكلم عليه. انت صاحيين ولا نايمين؟ وفي وسط الشيوخ خروف قائم كأنه مذبوح. وهنا الحاجة العجيبة، بالرغم من انه قائم واقف الخروف اهو، لكن في دم بيخطر ايه؟ منه، مذبوح. الموت بتاع الفداء اللي يحمله المسيح القائم في نفس اللحظة. حمل قائم وكأنه مذبوح. هو قال له ما تخافش، الاسد اللي طلع من سبط يهوذا غلب. فقعد هو يدور على الاسد، طلع ايه؟ خروف قائم وكأنه مذبوح. بس الخروف ده اداله مواصفات معينة، له سبعة قرون وسبعة اعين، هي سبعة ارواح الله المرسلة الى كل الارض. شايفين؟ لما تقربوا شوية تعدوا ان ليه سبع عينين، ثلاثة الناحية دي وثلاثة الناحية دي، واحدة في النص، وليه سبع قرون. القرن تملي إشارة إلى قوة، وسبعة قرون إشارة إلى كمال قوة هذا الخروف اللي بالرغم إنه مذبوح لكن واقف على رجليه، مش واقع على الأرض، مش ميت. يرتفع قرني بالله خلاصي، وزي زكريا قال أقام لنا قرن خلاص. قرن ده قوة الخروف، وهو ذي سبعة قرون لكمال القوة، وله سبعة أعين كمال المعرفة. وبعدين يقول ان هي سبعة أرواح الله المرسلة لفين؟ للأرض. والمسيح لما مات واتذبح وقام من بين الأموات عمل ايه؟ أرسل الروح القدس إلى الأرض، روح المعرفة، روح الفهم، روح الحكمة، روح القوة، روح المشورة، روح المخافة، روح الرب. فأتى وأخذ السفر من يمين الجالس على العرش، تجرأ ان هو ياخد هذا السفر. ولما أخذ السفر قرت الأربعة الحيوانات والأربعة والعشرون شيخا أمام الخروف، ولهم كل واحد قيثارات وجامات من ذهب مملوءة بخورا هي صلوات القديسين. وبعدين نبتدي نسمع موسيقى عجيبة جدا يعزفها هؤلاء الأربعة والعشرين شيخ. وهم يترنمون ترنيمة جديدة قائلين مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفتح خطومه، لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة. ترنيمة جديدة بروح جديدة، زي ما بيدعونا المزمور سبحوا الرب تسبيحا جديدا، أو رنموا للرب ترنيمة جديدة. ترنيمة الفداء مستحق ان انت تاخد السفر وتفتحه، لانك ذبحت واشتريتنا بدمك.
يا سلام لو الآية دي اتحفظت وكل يوم نقولها للمسيح إلهنا، لأنك ذبحت واشتريتنا بدمك. إن الإنسان يحس كده إن المسيح اشتراه بدمه، قدم دمه من أجله. ده مش بس ذبح واشترانا بدمه وافتدانا بدمه ودفع ثمننا دمه، لكن جعلنا ملوكا وكهنا لإلهنا. ما اشتراناش علشان يستعبدنا، لكن اشترانا من اجل ان يجعلنا ملوكا ورثة للملكوت. لينا سلطان، لينا مجد، ولينا كرامة. قد ايه الانسان بيضيع مجده وكرامته لما بيعيش في الخطية، وقد ايه الانسان بياخد من مجده وكرامة لما بيلتصق بالله. وتفتح خصومه لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة. مسيح العالم كله، مش مسيح شعب واحد، شعب إسرائيل الشعب المختار، لكن مسيح العالم كله، مسيح الأمم. وجعلتنا لإلهنا ملوكا وكهنة فسنملك على الأرض. ونظرت وسمعت صوت ملائكة كثيرين حول العرش والحيوانات والشيوخ، وكان عددهم ربوات ربوات وألوف ألوف، قائلين بصوت عظيم: مستحق هو الخروف المذبوح أن يأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والمجد والبركة. عدوهم تلاقوهم ايه؟ 7. طب ايه الفرق بين القدرة والقوة؟ عشان في بعض الناس تفتكر ان الكلام بيتكرر. ايه الفرق بين القدرة والقوة؟ ممكن يبقى الانسان قوي لكن غير قادر. قوته مربوطة، مش قادر يعمل حاجة. في مرة كان أرميا بيعاتب ربنا بيقول له: أنت ككبار لا يستطيع أن يخلص. بيقول له ربنا: أنت جبار لكن مش عايز تعمل حاجة، مش قادر تخلصنا. فقال له: لا، ده أنا خلصك قوي. قال له: أنت جبار، في قوة لكن مش قادر تخلصنا ليه؟ فابتدى يعلن له أن هو هيصنع له خلاص. فهنا التسبيحة السباعية القدرة والغنى، ان الله عنده فيض، ولكن مع هذا الفيض في حكمة. وزي ما في سفر الامثال يقول: انسان غني او في كرامة ولا يفهم يشبه الايه؟ بهائم. يعني واحد غني وفي كرامة لكن ما بيفهمش، ما عندوش حكمة، يبقى زي حيوان. لكن الله كله في صفاته مطلقة، وهذه الصفات تعطى لينا كده. ادانا من حكمته، وادانا من قوته، وادانا من كرامته ومن مجده ومن بركته. وكل خليقة مما في السماء وعلى الارض وتحت الارض وما على البحر، كل ما فيها، سمعتها قائلة: وللجالس على العرش وللخروف البركة والكرامة والمجد والسلطان الى ابد الابدين. ولاحظوا بيرتبط الخروف مع الجالس على الايه؟ عرش. من 2:1. وكانت الحيوانات الأربعة تقول أمين، والشيوخ الأربعة والعشرون خروا وسجدوا للحي إلى أبد الآبدين.